السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع مهم يا ناس، يا أهالي المحافظة، يا أبناء محافظتي المثنى. الراقدين الآن بوحدة العزل 122 مصاب و8 حالات وفاة عندنا بين يوم ويوم، جاي يصير عندنا حالة وفاة نتيجة لتدهور بعض المصابين، حالتهم جاي تدهور وهذه كارثة. زين هسه يسأل سؤال واحد، إذا ازدادت الحالات شون؟ لا عمي، شنو ازدادت الحالات؟ احنا اليوم اذا اجت حالة جديدة للمحافظة ما راح تدخل وحدة العزل، لان الوحدة قبطت امتلأت على الاخير، ماكو مكان بعد لاي مصاب. زين شنو القرار؟ وين يروحون ذولا؟ يقعدون بالشارع؟ لا، خلية الازمة وجهت وحدة العزل انه اي مصاب عندكم يجي اليوم يقعد عدها له، لان ماكو مكان. معقولة؟ انا اناشد واوجه رسالة لمحافظ المثنى باعتبارك انت رئيس خلية ازمة، شنو يقعد عدها له؟ معقولة؟ شلون اقتنعتوا بهذا القرار؟ شلون يقعد عد هلا؟ لنفترض انه هلا ما ملامسينه، يعني يروح يعد العائلة؟ زين انت شلون راح اضمن انه ما يطلع بمنطقته او ما يلامس احد اخر؟ شلون؟ على اي اساس استندتوا لهذا القرار؟ والكل يعرف انه اعداد الاصابات جاي ترتفع، والصور اليوم اكثر من 15 حالة راح تسجل المحافظة. شلون؟ على اي اساس سيادة المحافظ؟ معقولة؟ زين اذا دهورت حالته بالليل شلون؟ منو اللي يجي؟ منو اللي ياخذه؟ منو اللي ينطي علاج؟ هسه بقيه المحافظات ممكن يسال يقول يابا على كيفكم انتم 122 حاله دخلتوا العراق انذار، ايش عندكم؟ واحنا اصلا ما عندنا مستشفى، مستشفى لعلاج الانسان الطبيعي اللي يعاني من امراض طبيعيه ما عندنا. مستشفى حالنا حال المحافظات ما عندنا. فاني ما اعرف يعني ندائي ما اعرف ويا من اسولف، يعني سياده المحافظ يعني ما معقوله راح اتخبل انا. المصاب يقعد عند هله؟ ما عندكم بدائل؟ حلول ماكو؟ جاي يشوفون الاعداد جاي ترتفع يوم بعد يوم، الحل شنو؟ لازم تتخذون حل سريع وعاجل، ما معقول انه يبقى الوضع على ما هو عليه. المحافظه يوم بعد يوم جاي ترتفع اعداد الاصابات بيها، وانت تقول لي تحجر روحك عند هلك؟ كارثة هاي. عليك بإجراءات حقيقية أنت وخلية الأزمة مالتكم اللي شكلتوها، إجراءات سريعة وعاجلة، لأن احنا مقبلين على كارثة سيادة المحافظ إذا تبقون بهذه الإجراءات، كارثة حقيقية. ما أعرف، أنا أتمنى أنه تصل الرسالة، لأن هذه كارثة إذا المصاب قاعدة ببيته. أتمنى. وانا حاليا طبعا هسه البعض يسال شنو هاي ملابسك، متجه الى المصابين بفيروس كورونا ببغداد لتصوير حلقه جديده من المهمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.